اسمع يا مؤمن، ونحن بإذن المولى من أهل الإيمان، لأننا نحمل في قلوبنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي من حملها وقابل الله بها فليبشر بالخير. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. نسأل الله الكريم من فضله. إنها الجنة دار المتقين، ورحمة الله للعالمين، كرامة من رب الرحيم، دار الخلود والبقاء، ودار السعادة والنقاء. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني. أعطوني قلوبكم يا كرام، أعطوني لنرحل قليلا في تلك الدار، دارنا التي نزل منها أبانا آدم، نزل وسنعود إليها إذا ثبتنا على ما يرضي الله عز وجل. تلك منازلنا الأولى، فلا بد أن نعود إليها. لا تشغلنا الدنيا، فما هي إلا متاع الغرور كما قال الله عز وجل. ما دمنا مع التوحيد ونعيش في حمى التوحيد، فلنبشر بالله، فلنبشر بوعد الله الكريم. فالله تعالى كريم مع عباده. الجنة، الجنة عرضها السماوات والأرض. وإذا تأملت أن عرضها السماوات والأرض، فبالله كيف يكون طول سورها؟ وسورها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كله مبني من الذهب والفضة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ولها ثمانية أبواب. الباب الواحد عرضه كما بين المدينة وهجر، أي الأحساء، أي عرض الجزيرة بأكملها، عرض الباب الواحد. ويأتي عليه يوم وهو كظيم من الزحام. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. الجنة عندما تدخلها، أول ما تدخل إليها، ما الذي يلفت بصرك؟ ما الذي يلفت نظرك؟ على مد البصر حشيش أصفر يميل بحمرة، الزعفران، حشيشها كله الزعفران. وما أن تمشي فيها حتى يتبعثر غبارها، فما ترابها؟ ترابها المسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما تنظر فإذا بحجارة تلمع، ما هي؟ إنها الجواهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن حصباءها الجواهر واللؤلؤ. الذي لا تستطيع أن تملكه في الدنيا هو حصباء الجنة، فكيف بنعيم الجنة؟ نسأل الله الكريم من فضله. وهناك تنظر فإذا بنهر أبيض يمشي، ما هذا؟ فيقال لك لبن، لكنه لم يخرج لا من ضرع بقرة ولا غنم. وتنظر هناك وإذا بنهر أزرق يمشي، ما هذا؟ فيقال هذا ماء غير آسن، لم يخرج من بطن أرض ولم ينزل من سماء، وإنما الله عز وجل هو الذي خلقه. وهناك نهر لونه عجيب، ما هذا؟ فيقال هذا عسل مصفى، ما خرج من بطون النحل. وهناك خمر عجيب، نهر عجيب من الخمر، لكنه كله لذة للشاربين. هل تخيلت المنظر الآن؟ أشجار على مد البصر، وأرض صفراء، أرض جميلة، ثم بعد ذلك ليس هناك شمس محرقة، بل هو نور مثل نور الفجر، لأنه يسطع للجنة نور من عرش الرحمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أو كنور نور الدنيا عندما يستد الغيم في عز النهار، أي ليس هناك أمر محرق، بل قمة الجمال تنظر إليها. وأشجار تكاد أن تكون سوداء من شدة خضرتها وصفائها، فلا غبار ولا مبيدات ولا تدخل لأيدي البشر في خلقه، إنه خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إن سألت عن أكلها، فالفاكهة لا مقطوعة، أي طول العام موجودة ولا ممنوعة. الآن تشتهي بعض الفاكهة فلا تشتريها من غلاها، أو تشتهيها فلا تجدها، هناك لا مقطوعة ولا ممنوعة، ودانية تأتي إليك لا تذهب إليها. كل هذا لأن المطلوب منك أن تتمتع بالجنة غاية المنى وغاية المتعة. تأمل معي يا أخي الكريم، ماذا ذكر الله في القرآن من أشجار الجنة؟ مدح فقال
سدر مخضود وطلح منضود، هذا هاتين الشجرتين كلها شوك، أليس كذلك؟ ومع ذلك يثني عليها الله في الجنة. فإذا كان شجرة الشوك تنقلب إلى نعيم في الجنة، فما بالك بالورود؟ وما بالك بباقي الأشجار والزهور؟ ما الذي سيحدث؟ إنه شيء لا يمكن أن يصفه الواصفون. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما المنازل فبيتك في الجنة محفوظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن للمؤمن لؤلؤة مجوفة، لك لؤلؤة مجوفة ارتفاعها في السماء 60 ميلا. هل تخيلت بيت ارتفاعه 100 كيلو متر؟ هذا بيت كله من اللؤلؤ، أبوابه من اللؤلؤ، أرائكه من اللؤلؤ، نوافذه من اللؤلؤ، وتجري فيه الأنهار، ومرصع بالجواهر، وكله من الأجمل الأرائك التي خضر وألوانها عجيبة. كل هذا لكي يكون لك القصر الذي يليق بمقامك عند الله، فمقامك عظيم عند الله جل جلاله. وغرف أخرى ظاهرها يرى ظاهرها من باطنها، كل هذا لأهل الجنة أعده الله عز وجل. أما إن سألت عن أهلها، فهل تظن أنك ستأتي أنت بشكلك هذا، بمرضك الذي معك، بشكلك الذي قد يكون استقبحه الناس؟ لا. أما الطول فسيكون طولك على طول أبيك آدم. طول آدم كان 60 ذراعا، أي 30 مترا تقريبا وزيادة، هذا طولك في الجنة. وأمرد أكحل جميل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يدخلون على مسحة آدم، يعني على شكل آدم، وعلى صورة يوسف، وعلى قلب أيوب. جمعت الجمال والصبر والقوة، كل هذا لك في جنة الله عز وجل. يا أخي، إذا كان يوسف الذي لم يؤت إلا شطر الحسن، نصف الحسن، والنصف الآخر وزع على أهل الأرض، لما رأينه النسوة قطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، وأنت ستجمع الحسن كله في الجنة، كيف سيكون شكلك وجمالك ولطافتك؟ هذا ظاهرك. أما باطنك فالله عز وجل وعد فقال ونزعنا ما في قلوبهم من غل. ينظف الله قلبك، فلا حسد ولا بغضاء ولا غل ولا ضغينة ولا غيرة ولا مرض من أمراض الدنيا التي أهلكتنا، فتأتي جميل الظاهر جميل الباطن، هذا هو جمالك هناك. أما النساء فنساء الدنيا خير من نساء الآخرة، ونساء الدنيا أجمل من الحور العين. والحور العين لما وصفنا قال عنهن كأنهن الياقوت والمرجان، أي صافيات طاهرات، خيرات حسان، أي في أخلاقهن على قمة الحسن والخيرة. رقتهن رقة نساء الجنة، قال كأنهن بيض مكنون. ما معنى هذا؟ تأتي إلى الغلاف الموجود في داخل البيضة، رقته هذه هي رقة الحور العين كما قال الله عز وجل. وتأتي شابة عروبا أترابا، عروب أي أنها متوددة لزوجها، قمة التودد والخلق. وأتراب سنها 21 سنة، لا يتبدل ولا يتغير، وسنك أنت 33 عاما، لا يزيد ولا ينقص طول العمر، هذا هو أنت في جنة الله عز وجل. أما خمارها، لما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الحور فقال أن خمارها الذي على رأسها لو مرت به على السماء الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض ريحا طيبة. الله أكبر، ولو اطلعت بوجهها لحجبت نور الشمس. كل هذا الجمال لا يعادل جمال زوجتك في جنة الله. الجنة للنساء هن متاع جميل لهن، فلا تظن المرأة أن الخير فقط للرجال دون النساء، لكن كثر ذكر النساء للرجال لأنه من طبيعة النساء الحياء، والرجل يريد من المرأة غير ما تريده المرأة من الرجل. الرجل لا يريد من المرأة إلا ما تعلمون، أما المرأة فتريد الحنان والعطف والحب، ولذلك لا يذكر للرجال مثل ما يذكر للنساء، لكن كلهم ذو خيرة عند الله عز وجل.
بل إن المرأة التي تموت ولم تتزوج أو كانت مطلقة أو أرملة، يعني لا زوج معها، فإنها تزوج بمن تشاء في الجنة. وإذا المرأة ماتت وهي متزوجة تلحق بزوجها. وقد تقول بعض النساء: أنا تعبانة منه في الدنيا فكيف يلحقني في الآخرة؟ نقول: لا، الجنة غير الدنيا، الأسماء واحدة، الروح واحدة، لكن الصفات تختلف، فهناك تحت رعاية الله عز وجل. تأملوا معي يا إخوة قصة آخر من يدخل الجنة. آخر من يدخل الجنة هو بالتأكيد آخر من يخرج من النار. يخرج من النار فيرى شجرة فيرجو من الله، يقول: يا رب أجلس تحتها في ظلها، فيجلسه الله. ثم إذا جلس فترة من الزمن يرى شجرة أجمل منها، يا رب قدمني إلى تلك الشجرة، فيقول له الله عز وجل: إن قدمتك ما تسألني غيرها، فيقول: لا أسألك غيرها، فيقدمه الله عز وجل لأنه يرى منه ما لا صبر له عليه. ثم بعد ذلك يريه الله شجرة أجمل منها، فيقول: يا رب قدمني إلى تلك الشجرة، فيقول الله له: أما عاهدتني ألا تسألني غير تلك الشجرة؟ يقول: قدمني ولا أسألك غيرها. فإذا قدمه يسمع أصوات الجنة ويشم رائحة الجنة، لأن رائحتها تشم من مسيرة 40 سنة. 40 سنة، كم يمشي الإنسان 40 سنة؟ كل هذا رائحة عبق الجنة وريحها وبخورها ووردها وجمالها. فعند ذلك يأتي على أطراف باب الجنة فيقول: يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله عز وجل له: ما يرسليك، يعني ما يكفيك ابن آدم، لو أعطيتك ملك أعظم من ملك في الدنيا. هذا ترى آخر من خرج من النار وآخر من دخل الجنة. فعندما يقول الله له: أعطيك ملكه، ويبدأ يضاعف له الله حتى يعطيه 10 أضعاف أعظم ملك من ملوك الدنيا. عندما كان يروي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث توقف وضحك عليه الصلاة والسلام، فقال: لما تضحك يا رسول الله؟ قال: أضحك لأن الله عندما يعطي هذا العطاء لهذا العبد يلتفت العبد إلى ربه ويقول: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ ما يصدق أن هذا كله له، فيضحك الله لهذا الإنسان، فأضحك لضحك الله عز وجل. الله أكبر. إذا هذا صنيعه في آخر من يدخل الجنة، فكيف بالعباد الصالحين الطائعين التوابين المتطهرين؟ ولذلك لما سأل الصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أولئك الذين قال الله فيهم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيا أيها المؤمنون، إن الله عز وجل وعد المؤمنين وعدا جميلا، فلنستعد لتلك الجنة، فإنها جنة لا تفنى ولا تبيد، والعظمة فيها لا توصف. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المؤمنون الكرام، تأملوا معي فيما سأقول. أمران يحدثان في الجنة عجيبا. أما الأمر الأول، فإن أهل الجنة عندما يدخلون فيرون قصورهم وجنانهم وأزواجهم، وقد اجتمعوا بأهلهم وأحبابهم كما وعد الله عندما قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. عندما يجتمعون فيكونون في قمة الفرح وقمة السعادة وقمة الأنس مع أحباب وأقران، يخافون أن تفقد هذه النعمة، لأنهم تعودوا في الدنيا أن كل نعمة يملكونها فقدوها. هذه نعم الدنيا، لكن هناك نعم لا تفقد. ولذلك الله عز وجل ليطمن قلوبهم ماذا يعمل؟ يؤتى بكبش عظيم فيقال: يا أهل الجنة، فيرفعون رؤوسهم فيقال لهم: أتعلمون ما هذا؟ قالوا: إنه الموت. يعرفون أنه الموت، نعم هذا الموت عرفناه، أتي عليه بصورة كبش، فيذبح الموت، ثم يقال لهم: خلود فلا موت ونعيمكم لا ينفذ أبدا. فتأتي الطمأنينة للروح، هذا هو النعيم، هذا معنى قول الله: راضية مرضية. أن نعطيك راضية مرضية يرضيك، ثم بعد ذلك يزيدك من فضله.
لأن الله عز وجل يقول لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني فبعد أن يطمئنون أن ملكهم لا يمكن أن يذهب وأنهم أصبحوا خالدين مخلدين، فهذا الذي رأوه كله هو متاع أجسادهم، بقي متاع الروح. ما الذي يحدث؟ ينادون من السماء يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا لن تخلفوه. فيقولون ماذا يريد منا ربنا؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة؟ فيقال لهم إن لكم عند الله موعد فاركبوا النجائب. فتأتيهم خيول على شكل طيور فيركبون على ظهورها فتذهب بهم إلى واد عظيم اسمه الوادي الأفيح. فإذا دخلوا فإذا منابر من النور ومنابر من الذهب ومنابر من الياقوت ومنابر من اللؤلؤ، ويجلسون كل على منزلته، هو لا يختار مكانه، إنما مقامه عند الله على يجلس على المنبر المناسب له. وأقل من في الجنة يجلس على كثبان المسك وكلهم لا يرى أن فيهم قليل. فبينما هم في مجلسهم يتسامرون يتكلمون يتحدثون إذا بنور عظيم يغشاهم، فيرفعون رؤوسهم ينظرون إلى هذا النور، ما الذي أتى؟ ما هذا النور؟ فإذا به يتكلم السلام عليكم، فيعلمون أنه الله جل جلاله. فيقولون اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول الله لهم سلوني ماذا تريدون؟ يقولون ارضى عنا يا الله. فيقول لولا رضاي ما بلغتم ما بلغتم فسلوني. فيقولون أرنا وجهك الكريم. عندها يأمر الله فينزع الحجاب، فيأتيهم من نور وجه الله جل جلاله ما لولا أن الله عصمهم لاحترقوا عن بكرة أبيهم. فيكون هنا الفخر ويكتمل العز، ويأتيهم ما لم يأتي لغيرهم. فلم ير الله لا نبي ولا أحد من الخلق، هناك أنت سترى الله جل جلاله. نسأل الله الكريم من فضله. فيا أيها الإخوة، هذه هي الجنة، هذا شيء من وصف الجنة، وإلا لو جلسنا الليل كله والنهار كله لما استطعنا أن نصفها. ما الطريق إليها؟ الطريق إليها سهل، الطريق إليها أن تكون قريب من الله فقط، أن لا تجعل الله يغضب عليك، لا تقطع الصلة التي بينك وبين الله. الله يحب أن تصلي بين يديه فلا تقطع الصلاة. الله يحب التوابين، الله يحب المتطهرين، الله يحب العفو، الله يحب الذين يذكرونه، الله يحب الذين يشكرونه، الله يحب الذين يتركون الذنب من أجله. فاجتهد على نفسك يا أخي، اجتهد على نفسك، لا تغرنك الدنيا، لا تبحور الجنة من أجل نساء الدنيا بالحرام، وابحث عن الحلال، والحمد لله الحلال موجود. لا تحرم نفسك من خمر الجنة من أجل خمر الدنيا، لا تحرم نفسك الجنة من أجل أن لا تصلي وتغضب ربك. والله إننا محتاجون لله. الله عز وجل قام علينا الحجة فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لم ينادي الطائعين، قال الذي أسرف على نفسه أي غرقان بالذنوب إلى رأسه، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أهم شيء يا أخي إنك تتوب قبل أن تموت، لأن التوبة للذين هم في حياتهم، أما إن وصلت الروح إلى الحلق فمن الذي يقبل توبتك؟ فإخواني أوصيكم ونفسي أن نتقي الله عز وجل، وأن لا نبتعد عنه، وأن نقترب منه، فلا حول ولا قوة لنا إلا بالله. اللهم يا ذا الجود والإكرام والإعلام، أسألك باسمك الأعظم يا حي يا قيوم، إن كان من بيننا أو أحد يسمعنا ويرانا مقصر في الصلاة، اللهم اشرح صدره واهدي قلبه يا رب العالمين، ورده يا رب إليك ردا جميلا. اللهم إن كان من بيننا أو من أحبابنا أحد يا ربي متعلق بذنب من الذنوب، اللهم افتح على قلبه ونور بصيرته ورده إليك ردا جميلا. اللهم يا ذا الجود والإكرام والإنعام، إننا آمنا بك ولم نراك، لكننا نحبك، وصدقنا كتابك، وصدقنا رسولك صلى الله عليه وسلم، فأحينا على ما يرضيك عنا، وأمتنا على ما يرضيك عنا، واحشرنا إليك وأنت راض عنا يا رب العالمين. عباد الله، أكثروا من الصلاة على حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم.
وادعوا لولاة أمركم بالسداد والرشاد، نسأل الله لهم الهداية والتوفيق. اللهم إنا نسألك لولاة أمرنا الهداية والرشاد والسداد، وأن تدلهم على الخير وتعينهم على فعله، وتريهم الباطل وتعينهم على تركه. ومن أراد بنا خيرا فأعنه وسدده، ومن أراد بنا شرا فاكفنا شره يا حي يا قيوم. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم.